أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها فتح باب التسجيل للحج لسنة 22 و2000 حصريا عبر الموقع الرسمي للوزارة www.affairreligieuse.tn، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء 20 من أكتوبر إلى غاية يوم الأحد 21 من نوفمبر 21 و2000 بدخول الغاية، في انتظار ما ستقرره السلطات السعودية بخصوص الحج عموما وما ستحدده من ضوابط وترتيبات خدمة لضيوف الرحمن.